ده يا جماعة زي ما انتم شايفين دلوقتي الراجل الدخل اللي دوت، يعني مفيش ولا واحد ماشي ولا واحد رايح ولا واحد جاي. ربنا يعدي الأزمة دي على خير يا رب. الناس كلها قاعدة في البيوت يا رب. ارفع القمر في السماء وادعي اللهم عد الأزمة دي على خير يا رب العالمين. يا رب يا رب كل اللي شاف الفيديو ده يا رب يا رب. هات الحل يا جماعة، الشغل واقف والعمل واقف في جميع الدول. يا رب عد الأزمة دي على خير يا رب. نكتب شهر رمضان سالمين غانمين، لا فاقد ولا مفقودين يا رب العالمين. يا رب ادي الحال يا جماعة، والله ربنا يحفظ بلدنا وبلاد المسلمين.